وزارة الصحة اللي قال اللي ثلاثة حالات، واحد منهم توفى وهو أب وزوج أبنائه، وتم الانتباه لهم منذ الشكوك الأولى عندما جاء المستشفى، وتمكن الإطار الطبي من معناها أنه يشك في الحالة هذه وأخذها للتحليلات المخبرية. وإن كان الأب يعني توفى بسبب تقدم في العمر وبسبب المرض متاعه، على اعتبار أنه بوليتاري احنا نقوله عنده مرض السكر وعنده يعني نقص في الوظيفة التنفسية، الفيروس هذا للأسف أعطى المفعول متاعه. وما ننساوش أنه نسبة الوفاة عالية بالنسبة لهذا الفيروس، على قرابة 40 حالة اللي تسجلت عالميا ثم 20 وفاة. بالنسبة لزوز حالات الأخرى اللي كانت في محيط وهم أبناؤه، الحمد لله تعافوا وشفوا، وهذا ما يدل على أنه والحمد لله منظومة الرصد متاعنا لمثل هذه الأمراض يقظة. إلى حد الآن لم نسجل أي حالة أخرى، وقد سمعت هذا الصباح أنه إحدى المحطات الإذاعية تحدثت عن حالتين أخرتين، وهذا غير صحيح تماما. وكما كانت مصالح الوزارة مبادرة وسريعة في الإعلان على الحالات التي حصلت، سوف تعلن عن أي حالة أخرى وبدون أي شك، لن تتردد في ذلك. وهذا ما لقى استحسان المنظمة العالمية للصحة إقليم شرق المتوسط، لأني كنت في جنيف وبالتشاور مع الإخوة هنا في تونس نشرنا البلاغ بصورة فورية وأبلغنا كذلك المنظمة العالمية للصحة واستحسنت هذه الشفافية. بالنسبة للإجراءات اللي قامت بها الوزارة، أولاً تم إحداث لجنة وطنية للمتابعة تضم أخصائيين في الصحة العمومية والأمراض الصدرية وعلم الفيروسات والإنعاش، إضافة إلى الهياكل المعنية بالوزارة كالإدارة العامة للصحة أو إدارة الرعاية الصحية الأساسية. ثانياً إصدار دليل إجراءات للتعرف على الحالات المشبوهة وكيفية معالجتها، والإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الاستشفائية وكيفية التعامل مع المخالطين. وهذا هو دليل الإجراءات اللي وزعناه، يتكون من العديد من الصفحات، وفي الحقيقة الأخيان في الصحة الأخصائيين في الصحة يعرفوا كل الإجراءات اللي يلزمهم يبادروا بأخذها. السنة عنا فريق احنا مراقبة صحية في الحدود بمطار تونس كارتاج، كيف في كل المطارات، لكن رحلات المعتمرين تخرج خاصة من مطار كارتاج تخرج من ترمينال 2. الإجراءات هي كون الفريق المراقبة الحدودية هذه الصحية الحدودية يتحول للترمينال 2 ويقوم بحصة توعوية للرحلة كل معناها المعتمرين اللي مش يقوم برحلة هذيك. والإجراءات هي الوقائية العادية كما نقولوا، ان احنا نقول لهم باش يحافظوا على النظافة البدنية، معناها غسل اليدين بصفة متواصلة في اليوم، ماء وصابون العادي، كذلك يجتنبوا معناها المناطق اللي فيها ازدحام كثير ياسر، معناها خاطر طريقة العدوى بين مع ممكن بعض الحجيج الاخرين ان كان هذه بصفة عامة، كذلك تهوية المكان اللي يعيشوا فيه، الاكل وشرب الماء بصفة كافية، معناها وياخذوا شوية راحة معناها، وإيفنتوالمون ياخذوا زيت فيتامينات اذا باش يكون البدن نتاعهم في حالة اهبة باش ما يضعفوش قدام إيفنتوالمون ترانسميسيون دوتر فيروس. فيش علاج خاص بالكورونا خاطرش الكورونا فيروس، معناها ولذا العلاج هو يكون علاج الاعراض في الاول، معناها مش تكون معناها او معناها ادويه ضد الاوجاع والسخانه، الا كان فما انفكسيون اخرى اسوسيي معروفه تكون فيها مضادات حيويه. الا كان تطورت الحاله واستوجبت معناها عنايه بالمستشفى، مش تكون عنايه خصوصيه بكل الاعراض اللي مش تجي، ما فماش حاله معناها دواء خاص بالفيروس.